بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 65 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذه الأخت أم عبد الصمد استعرضنا بعضا من أسئلتها في الحلقة السابقة، وبقي لها ما يقارب من سؤالين في رسالتها. تقول فضيلة الشيخ في هذا السؤال: حدثوني عن كتب الشيخ ابن سعدي وهذا العلم، وأنا أقرأ كتاب الأذكار وتفسير السعدي بدون دراسة على أحد من أهل العلم، مع أنني امرأة ويصعب علي تلقي العلم الشرعي، فأوجهنا في ضوء هذا السؤال مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم رجلا كان أو امرأة يقرأ في الكتب النافعة لأهل العلم، كتب الشيخ ابن سعدي أو غيره من العلماء الموثوقين معروفين بالعلم، فيقرأ ما تيسر له ليستفيد من قراءته، هذا أمر مطلوب. وأما مؤلفات الشيخ السعدي رحمه الله فأهمها تفسير القرآن الكريم، تفسير الكريم المنان الذي أشارت إليه السائلة، وهو كتاب جيد ومفيد ومتضمن لإيضاح العقيدة الصحيحة والنهي عن الشرك، وهو كتاب جيد ومفيد جدا وسهل التناول. وكذلك له كتب أخرى مثل القول السديد في مقاصد التوحيد، وهو كتاب على تراجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يبين مقاصد الشيخ رحمه الله في تراجمه وأبوابه، هو كتاب جيد. وله تعليق على النونية لابن القيم على مواضع منها، وله غير ذلك توجيهات كثيرة ومؤلفات مطولة ومختصرة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من السائل أبو عاد المقيم بالرياض، يقول: فضيلة الشيخ، زوجتي أنجبت 3 أطفال وطلبت من الدكتورة ربط رحمها لأننا لا نريد كثرة الأولاد لأن راتبي محدود ونحتاج إلى رعاية ومال ومصاريف. وبعد أن استردت زوجتي عافيتها أجرينا عملية لإزالة الرحم خوفا من الحمل، فما الحكم في الشريعة الإسلامية في عملنا هذا مأجورين، مع أن الظروف كما ذكرناها في بداية الرسالة؟ لو كان السؤال قبل العمل كن أحسن كله وجه، أما السؤال بعد ما عملتم العمل هذا لا يفيدكم شيئا، ولا يجوز منع الذرية ومنع الحمل خوفا من الفقر، هذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية من سوء الظن بالله عز وجل. وكثرة الأولاد مطلوبة شرعا لتكثير الأمة كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإقدامكم على هذا العمل بدون فتوى من أهل العلم هذا خطأ كبير. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت السائلة فاعين تقول: فضيلة الشيخ، إذا أحبت المرأة أختا لها ملتزمة أو طالبة علم متدينة أو معلمة، هل يجوز أن تخبرها بذلك سواء كانت المعلمة تقوم بتدريسها أو لا مأجورين؟ المحبة بين المؤمنين مطلوبة رجالا ونساء، ومن أحب
شخصا من المسلمين فالأحسن أن يبلغه بذلك. نعم. تقول قرأت بأنه لا يجوز للمرأة يا شيخ أن تضع العباءة على كتفها أثناء الصلاة لأن في ذلك تشبه بالرجال، لكن إذا كانت العباءة مخاطة من الأمام إلى نهايتها في الأسفل فهل يدخل في ذلك الحكم؟ إذا كانت تصلي في المسجد وتخرج من البيت إلى المسجد فتضع العباءة على رأسها لأجل أن تغطي كامل جسمها، وأما في البيت فلا حاجة إلى العباءة، إنما الواجب عليها أن تستر نفسها سترا كاملا بالعباءة وغيرها، وإذا لبست العباءة تكون على رأسها لتالي تسترها جميعا ولا تكون على كتفيها فقط. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. تقول الأخت في آخر أسئلتها: إنني فضيلة الشيخ مصابة بالوسواس، وهذا الوسواس يدخل في الطهارة وفي الصلاة وفي جميع أعمالي، هل تكون هذه الأعمال التي أقوم بها صحيحة مع اختلاط هذا الوسواس بها؟ الوسواس لا يضر، إذا لم يتكلم الإنسان أو يعمل به فإنه لا يضر، وعليه أن يرفضه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب عنه الوسواس إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يا شيخ، هل يجوز للزوجة أن تزور قبر زوجها المتوفى وتدعو له مع أخواتها؟ لا يجوز للنساء عموما زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، فقرن زيارة النساء للقبور مع البناء على القبور وإسراجها دل على أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور لا قبر زوجها ولا قريبها، وإنما تدعو لميتها، تدعو له بدون زيارة وهي في بيتها أو في أي مكان. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. آخر أسئلة السائل يا شيخ يقول: لي أخ سافر للخارج للعمل وترك عندي زوجته وبنته، وربما تطول المدة وهو في العمل إلى سنة أو سنتين أو أكثر، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك بالنسبة لزوجته؟ هل تحرم عليه بالنسبة إلى هذا المدة الطويلة؟ هذا راجع لحالة الزوج، إذا كان محتاجا إلى السفر لطلب الرزق له ولزوجته فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، إلا أنه إذا تيسر له لا يطيل السفر بل يرجع إلى أهله وبيته ثم يسافر مرة ثانية، فلا يطيل السفر أكثر من 4 أشهر إلا إذا رضيت زوجته بذلك. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت من الرياض تقول: عندي تشوه في وجهي وفي أحد أعضاء جسمي، وهو تشوه ينفر منه الجميع، ولكن أخاف أن يتضايق من أعيش معها فضيلة الشيخ، فما حكم عمليات التجميل للوجه في هذا الصدد جزاكم الله خيرا، وما الضابط فيها؟ لا بأس بإزالة التشويه إذا قرر الأطباء أن له علاجا وأنه يزال التشويه، فلا بأس بذلك. نعم. أبو صالح يقول: شيخ، المال ما هو الحد الذي تجب فيه الزكاة وما هي كميته؟ مثلا أنا معي 4000 ريال حال عليه الحول، فكم أزكي على هذا المبلغ؟ لا حاجة إلى أن تسأل عن أقل ما تجب فيه الزكاة ما دام عندك هذا المبلغ أو أكثر، فتخرج ربع العشر، تخرج ربع العشر 25,000 أو 2.5%. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعمل حارس أمن في منشأة وأصلي في موقع الصلوات في أوقاتها، لأنني لا أستطيع ترك الموقع وأذهب إلى المسجد مع أنه قريب، هل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة وأنت معذور في هذا، إذا كنت مؤتمن على حراسة فلا يجوز لك أن تذهب إلى المسجد وتتركها، لأن ذلك يلزم عليه ضياع العمل الموكول إليك، فأنت معذور في صلاتك في مكان الحراسة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه أم عابد من الرياض تقول: نحن نسافر فضيلة الشيخ
في شهر رمضان إلى مكة ونحن صائمون، هل نفطر إذا وصلنا إلى هناك لنتقوى على أداء العمرة؟ إذا كنتم تريدون الإقامة أكثر من 4 أيام فإنكم من حين تصلون يلزمكم الصيام لأنه انقطع السفر في حقكم. أما إذا كانت إقامتكم 4 أيام أو أقل أو لا تدرون متى تنقضي ولا تحددون المدة التي تقيمونها فلا بأس بالإفطار. تقول فضيلة الشيخ نحن نكثر من السفر، فما هي رخص السفر؟ وإذا لم نأخذ بها في سفرنا هل علينا شيء ونكون خالفنا السنة؟ الأخذ بالرخص الشرعية بالسفر مستحب، ليس واجبا، إلا أنه أفضل من ترك الرخص. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن توتى رخصه كما يكره أن توتى معصيته. فالرخص سفر مثل الإفطار في رمضان، مثل قصر الصلاة في السفر، مثل المسح على الخفين على الرجلين 3 أيام بلياليها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت هدى تقول فضيلة الشيخ قبل فترة كان والدي يحافظ على السنن وقيام الليل والتذكير إلى الصلاة وقراءة القرآن، لكن حدث أمر عظيم له وهو أنه انشغل بأموره العقارية فغفل كثيرا عن هذه الأمور ويقول أنا أصلي الفرائض ويكفي هذا، أرجو منكم التوجيه، وما حكم مثل هذا العمل مأجورين؟ هذا نقص عظيم، الفرائض لا بد منها، وكذلك النوافل هو محتاج إليها فلا يترك النوافل، خصوصا الرواتب التي مع الفرائض والوتر في الليل وما تيسر من قيام الليل، هذه هي التجارة الرابحة، وهذه لا تؤثر على أعماله التجارية. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا تلهيه تجارته عن ذكر الله وعن أداء الفرائض وما تيسر من النوافل، أنه بحاجة إلى ذلك، وهذا لا يشغله عن طلب الرزق. قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو علي يقول بالنسبة لختم القرآن في المساجد هل هو وارد في السنة؟ هل كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقومون بختم القرآن ويدعون؟ نعم، كان السلف الصالح يدعون عند ختم القرآن، خصوصا في وقت الصحابة يدعون عند ختم القرآن ويجتمعون عند القارئ الذي يريد أن يختم القرآن ليؤمنوا على دعائه ويحصلوا على الأجر، هذا خارج الصلاة. وكذلك في الصلاة كان السلف يعملون هذا، كما ذكر صاحب المغني عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحضر ختم القرآن مع الإمام في صلاة التراويح ويقره على ذلك ويؤمن على دعائه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت تقول فتاة اعتمرت شيخ وأثناء الطواف شكت هل انتقض وضوءها أم لا، لكن غلب على ظنها الطهارة فواصل في الطواف، وأثناء السعي أيقنت بعدم طهارتها أثناء الطواف، فماذا عليها بعد أن غادرت إلى مدينتها؟ عليها الرجوع إذا كانت تيقنت أن وضوءها انتقض في الطواف، أي أن الطواف غير صحيح، عليها أن ترجع وتؤدي الطواف والسعي إذا كان هذا في الحج، وإذا كان في عمرة كذلك تلتزم لأنها ما زالت محرمة فتلتزم بأحكام الإحرام وترجع تؤدي طواف العمرة والسعي لها والتقصير. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا الأخ عبد الله من جازان له مجموعة من الأسئلة، يقول دائما فضيلة الشيخ نحتار في قضية الرضاعة، فما هي شروطها وكم عدد الرضاعات المحرمة جزاكم الله خيرا؟ شروط الرضاعة أن تكون في الحولين وأن تكون 5 رضعات فأكثر، 5 مصات فأكثر تكون في الحولين. نعم،
من فقرته يقول: بالنسبة للمرأة فضيلة الشيخ، إذا أصيبت بمرض نفسي وقدم لها قارئ للقراءة عليها، هل له أن يمس يدها وصدرها حين الرقية؟ لا يجوز للرجل أن يمس امرأة لا تحل له لا في الرقية ولا في غيرها، لا يجوز له ذلك، أن يرقيها بدون مس وهي محجبة أيضا، وبحضور من يتزول بها الخلوة لا يخلو بها. نعم. وبالنسبة يا فضيلة الشيخ، نصيحتكم للقراء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعلوا همهم جمع المال، وأن لا يدخلوا في الرقية وهم لا يحسنونها لطمعا في المال، وإنما يكون قصدهم الإحسان إلى الناس، وإذا أعطوهم شيئا من المال فلا بأس أن يأخذوه. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. المرأة إذا لعنت، هل لعن المرأة يعد طلاقا؟ لا، لا يعد طلاقا، لكنه محرم. لعن الرجل أو المرأة لفظة هذه، قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، حرام. نعم. إذا لم يستطع الشخص على ذبح العقيقة على المولود، فهل يأثم على ذلك؟ لا يأثم على ذلك، لأن العقيقة سنة وليست واجبة، إن تيسرت فهو أفضل، ذبحها أفضل، وإن لم تتيسر فلا شيء عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل أبو السلطان يقول: هل لنا فضيلة الشيخ أن نخرج الزكاة لبناء المساجد؟ لا، الزكاة لا تنفق في المشاريع بناء المساجد أو غيرها، لأن الله خصص مصاريفها لثمانية كما في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. لا يجوز تجاوز هذه الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فلا تبنى بها المساجد أو المشاريع. نعم. وبالنسبة يقول: إذا أخرجناها لمساعدة إنسان في الزواج وإعفاف نفسه، إذا كان لا يستطيع الزواج ويخاف على نفسه من الوقوع في الحرام، فمساعدته من الزكاة أمر جائز، بل هو مستحب لما في ذلك من إعانة المسلم. نعم. وأخيرا يقول: نحن نقوم بإخراج الزكاة من البضاعة التي نقوم ببيعها، حيث توجد بضاعة نظيفة ولكن غير مرغوبة لدى الزبائن، هل يجوز إخراج الزكاة من هذه البضاعة؟ الزكاة تخرج بالنقود، تخرج نقود، فتثمن البضائع، تقوم وتثمن بما تساوي، ثم تجمل أقيامها وتخرج الزكاة من القيمة، ولا تخرج العروض إلا في حالة خاصة، إذا كان هذا أصلح للفقير، إذا كان هذا أصلح للفقير فيلاحظ حظ الفقير، لا حظ الدافع، إذا كان هذا أصلح للفقير فيعطى من العروض التجارية ما مثل الثوب، مثل الآلة وغير ذلك، ولكن الأغلب أن الزكاة تكون من النقود. وذكر السائل أنها لا تطلب من الزبائن وأنها كاسدة، لا يجوز إخراجها في هذه الحالة لأنه لا حظ للفقير فيها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول الشيخ: صلاة الكسوف هل تصلى إذا كان في وقت نهي؟ على الصحيح الراجح نعم، لأنها من ذوات الأسباب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منهما الشمس والقمر ذلك الكسوف فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا عام في جميع الأوقات. نعم. أختكم ألف يا ميم من جدة تقول: أكتب لكم بهذا السؤال بأنني عاهدت الله قبل البلوغ بأن أقوم بقراءة سورة الإخلاص في كل صلاة، والتزمت بهذا، ثم أصبحت أقرأها بعد الفاتحة مباشرة في الركعة الأولى من كل صلاة، حتى أصبحت أخاف أن أقوم بنسيانها في الصلاة، فهل تكون صلاتي صحيحة؟ وأفيدوني في هذا مأجورين. أحرجت نفسك لهذا النبع، وقراءة سورة الإخلاص في الصلاة أمر مستحب من غير نذر ومن غير إلزام، فأنت أحرجت نفسك في هذا الشيء. نعم. جزاكم الله خيرا. أم خالد تقول بأنها فتاة متزوجة، وقد أتاها يوم من الأيام فيه ضيق لصدرها وقد أتعبني، فتوضيت وصليت ركعتين ونذرت إن شفاني الله من هذا الضيق أن أصوم يوم وأفطر يوم مدى الحياة، فشفيت من هذا الداء
والآن أسأل عن الركعتين ولله الحمد، وقد بدأت في الوفاء بندري واستمريت مدة سنة ونصف، وبعد ذلك قدر الله وقمت بالحمل وتوقفت بعد الحمل عن الصوم فترة الحمل والولادة والرضاعة، والآن طفلي عمره سنة مستمر على الرضاعة الطبيعية، هل أقضي الفترة التي توقفت فيها أو أكفر؟ وماذا عن النذر؟ مأجورين؟ هي نذرت. إيش نذرت؟ نذرت إن شفاها الله أن تصوم يوم وتفطر يوم. تقول وبعد أداء الركعتين ولله الحمد، ركعتين بعد صلت ركعتين بعد هذا النذر، وبدأت في الوفاة بنذري واستمريت مدة سنة ونصف. يعني ما نذرت أن تصلي ركعتين؟ نعم يا شيخ، إنما نذرت صيام يوم وإفطار يوم. يلزمها ذلك، لأن هذا طاعة، قال صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله من يطيعه، قال صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا نذر طاعة، يلزمها الوفاء به طول حياتها ما دامت لم تحدد، ما استطاعت ذلك. نعم، وإذا لم تستطع فإنها تكفر فصارت يمين. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن يقول: كنت بشراء أراضي بغرض إذا ارتفع السعر أقوم ببيعها لشراء منزل لأبنائي. سؤال يا شيخ، هل عليه زكاة أم لا، مع العلم بأن هذه الأراضي لها أكثر من 3 سنوات منذ شرائها وقمت بإخراج زكاتها خلال سنة واحدة فقط؟ كل ما أعد للبيع من الأراضي وغيرها إذا حال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، فيثمن بما يساوي على رأس السنة تخرج زكاته عن كل سنة ولا يكفي سنة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عمار يقول: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمشي الإنسان بنعل واحد، فما صحة هذا الحديث؟ نعم، هذا من الآداب الشرعية أن الإنسان لا يمشي بنعل واحد حتى يصلح الأخرى، لأن هذا فيه تشبها، لأن هذا فيه تشبه بالشيطان، المسلم منهي أن يتشبه بالشياطين. نعم. والحديث فيما أعلم أنه حديث لا بأس به. نعم. يقول في سؤاله الثاني فضيلة الشيخ في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هنا يقول: أوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، في آية أخرى نقرأ: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. كيف التوفيق بين الآيتين والتفسير؟ مأجورين. نافلة لك يعني خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كان يجب عليه قيام الليل، وأما غيره فقيام الليل مستحب في حقه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أنا موظف براتب شهري قدره 3000 ريال، وأعول 3 أسر، أسرتي ووالدي وإخواني وأسرة عمي، تلازمني ديون كثيرة، كلما أسدد دين أقع في دين آخر، وقد سبب لي ذلك هما وحزنا وغما، فبماذا تنصحونني؟ مأجورين. أن تستعين بالله عز وجل، تطلب منه العون والرزق، وأن تعمل أسباب الرزق، تطلب الرزق الذي تسدد منه هذه الحوائج، وأبواب الرزق كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ليتوكل على الله فهو حسب. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من الأخ أبو زياد يقول: ذهبنا إلى مكة لقضاء عمرة في شهر رمضان، ووصلنا إلى السيل الكبير الميقات بعد العصر، أنا وزوجتي وأولادي، وأحرمنا للعمرة بعد العصر، وصلنا الحرم المكي بمكة قبل صلاة العشاء، بدأنا نسك العمرة بعد صلاة العشاء، بعد ذلك اليوم الذي أحرمنا فيه لقضاء العمرة كان هو آخر يوم من رمضان، أيضا زوجتي ثاني أيام العيد أحرمت من التنعيم وعملت عمرة عن والدها، رجعنا بعد ذلك ثالث يوم العيد إلى الرياض لأننا من المقيمين بالرياض ونحن نريد الحج، يقول: هل نحج مفردين أم نحج متمتعين؟ أنت بالخيار، إن شئت أن تحرم متمتعا وهذا أفضل، وإن شئت أن تحرم مفردا، وإن شئت أن تحرم قارنا بين الحج والعمرة، أنت بالخيار في هذا. نعم.
فقرته الثاني يقول: سوف نذهب أنا وأولادي ومعنا طفل عنده 3 سنوات ونصف، هل نحرم عادي مثل يحرم عادي مثل الكبير أم ممكن لا يحرم؟ ممكن أنه لا يحرم إذا كان يشق عليكم، لكن أردتم الأجر والثواب فإنكم تنوون الإحرام عنه، لأنه لا يعقل النية، فأنتم تحرمون عنه بالنية وتجنبونه محظورات الإحرام وتعملون به مثل ما تعملون لأنفسكم من الطواف والسعي والتقصير أو الحلق. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تفضلكم بطرح هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.